بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدارس بدر تايجرز الخاصة، أهلا وسهلا بيكم في درس من دروس الجبر. النهاردة إن شاء الله هنحل مجموعة من التمارين على الوحدة الأولى في مادة الجبر. تعالوا نشوف السؤال الأول اللي معانا النهاردة، هو مراجعة كده، بيقول لي إذا كانت س بتساوي المجموعة 2 و5 وص المجموعة 1 و2 وع فيها المجموعة 3، أوجد. عايز نون س ضرب ع. احنا اتفقنا ان نون دي معناها عدد عناصر، يبقى نون دي معناها ايه؟ عدد عناصر، يعني هو عدد عناصر، عايز عدد عناصر س ضرب ع. طيب هي عدد عناصر س كام؟ ارجع للس كده الاقي فيها 2 و5. عدد العناصر ماليش دعوه هم مين، عدد العناصر اللي موجوده في س هم عنصرين 2، وعدد العناصر اللي موجوده في عين هي عنصر 1، وبالتالي فيها 1. يبقى عدد عناصر س ضرب ع هي 2 في 1 بيساوي 2. الاثنين دي ترمز لايه؟ ترمز الى ان انا لما اعمل حاصل ضرب ديكارتي للمجموعه س في المجموعه عين هيديني زوجين مرتبين، ايه هما؟ هما الاثنين والثلاثه والخمسه والثلاثه. ده بالنسبه لرقم 1. في رقم 2 بيقول لي انا عايز ص تقاطع س ضرب ع. طبعا عندنا اقواس، لازم اخلص اللي في الاقواس الاول، يبقى انا لازم اجيب ص تقاطع س. هو ص تقاطع س ده بكام؟ تمام، تقاطع يعني اشتراك. ايه المشترك ما بين ص و س؟ مفيش غير الاثنين، وبالتالي الاثنين هي المشتركه ما بين ص و س. ضرب عين اللي هي 3. واوعى 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 حد يجي يقول لي 6. حاصل الضرب الديكارتي ضرب مجموعة في مجموعة تانية بيديني الزوج المرتب 2 و3، محدش يقول لي 6 دي أبدا. كلام واضح؟ طيب ده كده بالنسبة للسؤال الأول. تعال نشوف السؤال التاني وهو على الدوال، بيقول لي إذا كانت دال س بتساوي 4 س زائد ب. اتفقنا إن دال س بتساوي 4 س زائد ب دي اسمها قاعدة الإيه؟ معايا قاعدة الدالة. تمام، يبقى دال س بتساوي 4 س زائد ب دي قاعدة الدالة. وكان دال 3 بتساوي 15. ايه دال 3 بتساوي 15 دي؟ دال 3 بتساوي 15 دي معناها ان هو جاب زوج مرتب اسمه 3، طلع احداثه الصادي 15. الاحداث الس بتاعه 3 والاحداث الصادي بتاعه 15. طيب استفيد منه ازاي ده؟ ناخد بالنا دي دايما بنستخدمها لما يكون في مجهول في المسألة، سواء كان المجهول في قاعدة الدالة او سواء كان المجهول في الزوج المرتب. ممكن يجيب لي المجهول هنا وممكن يجيب لي المجهول في الزوج المرتب. طيب بحلها ازاي؟ قال لي مش ده زوج مرتب، يعني ده عنصر من عناصر المجال وده عنصر من عناصر المجال المقابل. يعني انا ممكن اشيل السين واحط 3، فانا هجيب دالة الثلاثة. يعني ايه اشيل السين واحط 3؟ يعني دالة الثلاثة بتساوي 4، هي 4 سين. هنشيل بقى السين ونحط 3، تبقى 4 في 3 زائد ب، ونكتب بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 15. نكتب بيساوي ايه؟ تمام، نكتب بيساوي 15. ليه 15؟ هو اللي ادهاني هنا اهو، قال لي لما تعوض عن السين ب3 الناتج لازم يطلع 15 عشان يبقى الزوج المرتب بتاعك مظبوط. طيب نحلها زي المعادلات بالظبط، 4 في 3 12. تمام، يبقى 12 زائد ب بتساوي 15. ممكن تحلها بمجرد النظر، ممكن تعملها زي المعادله بالظبط وتكتبها. طيب لو انا مش هعرف اجيبها بمجرد النظر، ال 12 عدد مجموع او موجب هيروح الناحيه الثانيه باشاره سالبه، يبقى ال ب بتساوي 15 ناقص 12 بتساوي 13. تمام، هل حد عنده في مشكله في الفكره دي؟ ويا ريت نحل زيها كتير جدا لانها بتتكرر في الامتحانات بشكل كبير. طيب ننتقل لمساله مهمه جدا من اهم المسائل اللي موجوده. اكبر مشكله عند الطالب ان هو اول ما بيشوف مساله مرسومه وفيها حاجات مطلوبه بيحصل له خوف من المساله، رغم ان المساله ممكن تبقى سهله جدا وبسيطه جدا وحلها صغير.
تعالوا نشوف مسألة من المسائل دي واللي بقت تتكرر في الامتحانات السنين الأخيرة. بيقول الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د، حيث د س بتساوي م ناقص س تربيع. طبعا م ناقص س تربيع ده اتفقنا هو ده قاعدة الدالة. واضح من قاعدة الدالة وواضح من الرسمة بتاعتي إن دي دالة تربيعية. إذا كان أ واو بتساوي 4، يعني إيه أ واو؟ ما تعديش بقى معلومة إلا لما تكون فاهم إيه المطلوب منها بالظبط. أ واو بأربعة، يعني طول من هنا لهنا 4 وحدات. 4 وحدات يعني 4 سم 4 مللي، المهم إن هي 4 وخلاص. ما تعديش المعلومة، ما تخليش المعلومة تعدي عليك والسلام. كون دي طولها 4 وحدات معناها إن النقطة دي، طبعا دي نقطة على محور الصداد، وأي نقطة على محور الصداد لازم الإحداث السيني بتاعها بيساوي صفر. كونها هنا هو بيقول إن دي طولها 4 يبقى أكيد النقطة دي صفر وكام؟ وأربعة. عرفت منين إن هي صفر وأربعة؟ أي نقطة على محور الصداد الإحداث السيني بتاعها لازم يكون صفر، فأنا عرفت الصفر ده، عرفت الصفر ده لأن النقطة على محور الصداد. عرفت إن دي إزاي 4؟ عرفت الأربعة دي من ان الالف واو دي كلها طولها 4 وحدات، فاكيد انا واقف هنا عند النقطة 4. طيب زي المسألة اللي فاتت ما حليناها بالظبط، عندي نقطة دي كأنها، النقطة دي كأنها ايه؟ كأنها دالة صفر بتساوي 4. يبقى اي نقطة، اي زوج مرتب على منحنى الدالة ممكن اعتبره انه بيحقق معادلة الدالة او بيحقق قاعدة الدالة. فانا هعمل ايه؟ هجيب دالة الصفر واكتب بيساوي 4، يعني انا هشيل السين واحط صفر واكتب بيساوي 4، فانا هجيب دالة الصفر، دالة صفر م ناقص س تربيع، يعني صفر تربيع بيساوي 4. مش محتاجة طبعا ان صفر تربيع معناها صفر، يعني الميم بمنتهى السهولة بتساوي 4. ادي قيمة الميم اللي هو كان اول مطلوبة عندي. طيب كده اصبحت قاعدة الدالة بتاعتي اسمها ايه؟ خلاص جبنا قيمة الميم، فقاعدة الدالة بتاعتي اكتبها قدامي بشكلها الجديد، د س بتساوي 4 ناقص س تربيع، 4 ناقص س تربيع، دي قاعدة الدالة بتاعتي بعد ما جبت قيمة ميم. عايز احداثيي النقطتين باء وجيم، يعني عايز النقطة دي وعايز النقطة دي. طب اجيبها ازاي؟ فكر كده بعقلك، النقطة ب والنقطة ج هي نقط على محور السينات، هي نقط على محور السينات، وطالما النقطة على محور السينات أكيد الإحداث الصادي بتاعها قيمته صفر، تمام؟ لكن الإحداث السيني بتاعها مجهول فهنسميه س، الإحداث السيني بتاعها مجهول فهنسميه س. الناحية التانية نفس الكلام، نقطة على محور السينات يبقى الإحداث الصادي بتاعها صفر، لكن دي في الجزء السالب في محور السينات فنسميه سالب س. طيب نقطة س وصفر موجودة على منحنى الدالة، يبقى أنا ممكن أعوض بيها في قاعدة الدالة. أي نقطة على منحنى الدالة ممكن أعوض بيها في قاعدة الدالة، فأنا هروح في قاعدة الدالة وأشيل السين وأحط سين زي ما هي، واشيل واكتب بيساوي الناحيه الثانيه كام؟ صفر، واكتب الناحيه الثانيه بيساوي كام؟ صفر، فبقول ان د س بتساوي 4 ناقص س تربيع، واكتب ان الكلام ده بيساوي صفر. انا عملت ايه؟ انا سبت السين زي ما هي، انا عوضت بالنقطه دي، النقطه دي احداث السين بتاعها سين زي ما هو، لكن الاحداث الصادي بتاعها صفر، فانا سبت السين زي ما هي وكتبت بيساوي ايه؟ صفر. خلاص احلها معادلة عادية جدا، الأربعة دي موجبة، اوعى تقول لي سالبة، السالب ده بتاع السين. يروح الناحية التانية بالسالب، يبقى سالب سين تربيع، سالب سين تربيع بتساوي سالب 4. طيب أنا عايز أتخلص من السالب، فهقسم هنا على سالب واحد، هقسم هنا على سالب واحد، يبقى السين تربيع بتساوي 4. طب س تربيع بتساوي 4، انا عايز س، اعمل ايه؟ ايه اللي انا عايز اتخلص منه؟ انا عايز اتخلص من اس 2. طب ايه اللي بيخلصني من اس 2؟
تمام، هو الجذر الايه؟ الجذر التربيعي. الجذر الايه؟ التربيعي. طيب يبقى باخذ الجذر التربيعي للطرفين، اوعى تنسى وقلناها بدل المره 100 مره انك لما تاخذ الجذر التربيعي لازم تكتب لي موجب او سالب العدد. يبقى الجذر التربيعي لاربعة هيبقى موجب او سالب كام؟ 2. ارجع للمساله بتاعتي، اكيد النقطه دي هتبقى 2 واكيد النقطه دي هتبقى سالب 2. طيب يبقى كده عرفنا النقطه ب هتبقى 2 وصفر، والنقطه ج هتبقى سالب 2 وصفر. كده المطلوب الثاني تمام. عايز مساحه المثلث، عايز مساحه المثلث الذي رؤوسه ألف ب ج. فين المثلث ده؟ فين المثلث؟ ادي المثلث رؤوسه من ألف وب وج، ده المثلث اللي هو عايز مساحته. انا عارف ان مساحه المثلث خدناها في ابتدائي، مساحه المثلث بتساوي ايه؟ تمام، نص القاعده في الارتفاع. طب فين القاعده؟ مش هي دي القاعده؟ هي دي القاعده بتاعتي تمام. طولها كام؟ طب هو ما ادانيش طولها، انا اقدر اجيب طولها؟ سهل جدا طولها، انا عندي النقطه دي صفر وصفر، عندي هنا 2 عشان انا رحت الاثنين وصفر، وعندي هنا 2 برضو عشان انا رحت للسالب 2، فهي طولها وحدتين. يبقى طول القاعده دي كلها على بعضها كام وحده؟ تمام، 4 وحدات. انما الارتفاع هو اصلا كان مدهوني في المساله، وبالتالي سهل جدا ان انا احسب المساحه، فاقول له ان مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع، يبقى مساحه المثلث، مساحه المثلث ا ب ج اللي هو كان عايزه بيساوي نص القاعده اللي هي 4 في الارتفاع اللي هو 4 بتساوي 8 وحدات مربعه، مش هكتب سنتيمتر مربع لان هو ما حسبناليش وحده معينه اقدر اشتغل بيها. طيب بكده ان شاء الله يكون خلصنا المراجعه بتاعت النهارده والتمارين. نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.